السؤال اللي عندنا النهارده بيقول ايه سبب التنمير في العضو الذكري عند الجماع وعدم الشعور بالمتعه؟ هو في حاجات كتير ممكن تؤدي ان الرجل ما يشعرش بالعضو الذكري بصوره كامله اثناء العلاقه، منها امراض عضويه مثلا او امراض مزمنه، اشهرها على الاطلاق مرض السكر. فمرض السكر من مشاكله كتير انه بيعمل التهاب في الاعصاب الطرفيه، ومن ضمن الاعصاب الطرفيه دي الاعصاب الطرفيه الحسيه اللي موجوده في العضو الذكري، فبيقلل الاحساس في العضو، بيعمل تنميل في العضو، وده بيخلي الرجل يشعر بعدم اللذه وعدم المتعه، وان يبقى مش حاسس قوي. يبقى ده من الحاجات الشهيره اللي بتؤدي الى كده، مرض السكر نتيجه التهاب الاعصاب الطرفيه اللي بيعمل. ايه تاني؟ اي مرض عصبي، لو في حد عنده مشكله في العمود الفقري او غضروف او اي مشكله في الفقرات القطنيه او المنطقه العجوزيه، كل ده بيأثر على الضفيره العصبيه اللي بتغذي منطقه الحوض والعضو الذكري، فده ممكن يؤدي الى عدم الشعور في العضو الذكري او تنميل. من الحاجات التانية اللي ممكن تعمل كده، شخص عامل عملية في العضو الذكري فنتج عنها قطع جزئي أو كلي لبعض الأعصاب الطرفية، ودي بنشوفها في بعض الأحيان في مريض عامل له عملية انحناء مثلا، مريض مركب دعامة، مريض عمل أي عملية في المنطقة دي نتج عنها قطع جزئي في الأعصاب الطرفية، فالمريض بيقعد فترة مش حاسس بالعضو، لكن بعد شوية بتبتدي الأعصاب ترجع تشتغل تاني، فساعات التدخل الجراحي بيكون ليه دور في المشكله دي. ساعات المريض نفسه بيكون بيعمل ممارسات خاطئه، زي انه بيحط كريم او سبريه عشان ياخر القذف، فبالتالي بيفقد الشعور في العضو الذكري. استخدام كاندم مثلا برضو بيقلل الشعور في العضو الذكري. جهاز الفاكيان من الحاجات اللي بتخلي المريض حاسس ان العضو منمل ومش حاسس بيه، عشان كده احنا مش بنحبز ابدا انه يستخدم في علاج الضعف الجنسي. نقص الهرمون الذكري ممكن يؤدي الى كده برضه، يؤدي الى انكماش في العضو وعدم الاحساس باللذه والمتعه اثناء العلاقه. ساعات عدم تناسب ما بين حجم العضو وحجم المهبل، بمعنى ان المهبل واسع قوي او العضو رفيع او الاثنين مع بعض، فده بيخلي الراجل مش حاسس بشعور الاحتكاك اثناء العلاقه، فمش حاسس باي لذه. وجود افرازات كتير اثناء العلاقه ده بيقلل الشعور بالاحتكاك، فيخلي الراجل مش حاسس بالاحتكاك قوي، فبالتالي مش حاسس باللذه او بالمتعه. في بعض الأدوية اللي ممكن ياخدها المريض بتؤدي إلى كده، زي أدوية الاكتئاب والأدوية النفسية أو الأدوية اللي بتأخر القذف، ساعات بتؤدي إلى كده برضه. يبقى في أسباب كتير ممكن تؤدي إلى فقدان الإحساس أو التنميل في العضو أو عدم الشعور باللذة أثناء العلاقة، يعني إحنا استعرضنا منها بسرعة كده بعض الحاجات.